شنو نبي؟ الشباب الكويتي انخلق بديرة متروسة بالتفاصيل ما بين حكمة الأجداد وحاضر مشرق رغم التحديات. هي ديرة خير، ولكن اللي يجمعنا من عادات وتقاليد ما ينفي حقيقة إن إحنا مختلفين، وجوهر اختلافنا إن نكمل بعضنا البعض، والكل واحد منا موهبته ومنبره اللي يعبر عنه، يعبر عن أفكاره أحلامه وتطلعاته. ولكن إذا غابت المنابر تعالت الأصوات وما قمنا نسمع بعض بوضوح، إذا غابت المنصات اختفت القيم وانحرمنا من مواهب تلون سمى الكويت. بس ترى صارت، وعلشان كذي ابتدى الحل. الخير بقباله.